فيديوهات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي ما بين المؤيد والمعارض للفنانة حياة الفهد وصلت إلى درجة السب والقصف بشكل غير لائق. تابعوا معنا التفاصيل. حيث قالت كل وسائل الإعلام إن الفنانة حياة الفهد طلبت بترحيل العمالة المصرية من الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار حالة من الجدل. طبعا المصريين ال 100 مليون يا بتوع ال 200 ألف انتوا هيدوكوا بالجزمة. بالنسبة لنا تمثل الرمز، فهذا غير مسموح. يعني يطلع لي واحد عمره مليون اسمه مرتضى التاجي أو شيء، شو أدري شنو التاجي هذا اللي قلت لكم وجهه طالع. يطلع يقول 100 مليون لو واحد فيكم يتكلم ال 100 مليون حيدوله بالجزمه، لا لا الجزمه قبل لا ترفعها راح نمسك ايدك ونكسرها ونوكلك الجزمه يا كلب يا ابن الكلب. ايه بتاع انت يا حياتي يا فهد انت عيب، ده انت وليه خلاص وصلت لحاجه و80 سنه ولا حاجه و70 سنه، اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجيب لك الكورونا وانت قاعده ومحبوسه في بيتك. عيب اللي انتوا فيه ده، المصريين اسيادكم فاهمه ازاي، وخيرنا عليكم من 200 سنه لحد النهارده. حيث شن الفنان الكويتي عبد الله بوهمن هجوما حادا على الفنان المصري محمد التاجي واتهمه بالاساءه للكويتيين بعد تصريحاته ضد حياه الفهد. بالنسبه لحياه الفهد يعني انا طالع بس عشان ايه، انا يمكن الحماسه خدتني امبارح شويه، ف انا ما كنتش اقصد نهائي، يعني انا لما بتكلم دايما بتكلم عن شخص بعينه، لكن ما كنتش اقصد نهائي كل شعب الكويت، وانا بعتذر لاي حد من الاخوه الكويت لو كان خد الكلام ده على نفسه. فأنا بعتذر لشعب الكويت اللي بيكون لنا احنا كل الاحترام، واحنا بناء على اتصال هاتفي بيني وبين الدكتور أشرف زكي ناقدنا، أنا هو طلب مني وإن احنا نشيل الفيديو اللي أنا نزلته بالنسبة لحياة الفهد، و يعني انا طالع بس عشان ايه، انا يمكن الحماسه خدتني امبارح شويه. القصه بدات لما انتشر على موقع التواصل الاجتماعي المصري فيديو للفنانه حياه الفهد وهي تريد ان تقوم بطرد العماله المصريه من الكويت بعد ان قاموا باصابتهم بفيروس كورونا وطردهم في الصحراء. وقالت الفنانة حياة الفهد إن هم يشكلون عبء على الدولة الكويتية في حين إن أولاد الكويت أولى منهم. ومن هنا تدخل العديد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار غضب الجمهور العاجي. فمنهم من أيد تعليق الفنانة حياة الفهد ومنهم من وقف ضدها بالسب والقصف. وهذه الأزمة ما جمعتش بس مصريين أو فنانين مصريين، وإنما امتدت للفنانين القطريين والأردنيين والسوريين والسعوديين. ونحن نتمنى أن تقف هذه الأزمة ما بين الفيديوهات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، حتى المعارضون يخرجون عن سيطرتهم بالسب والقصف الغير لائق ولا الذي يليق بمكانة أهل الفن.
حيث ظهورهم بهذه الطريقة هو يشكل أسلوب غير طبيعي، لأن هذا تسبب في صدمة كبيرة للجمهور العادي، لأن الفنانين ظهروا بشكل غير طبيعي وبسبب ترديد مجموعة من الشتائم الغير متداولة أو التي لا يحب الجمهور أن يقوم بسماعها.